يا صباح الفل والورد والياسمين، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين أجمعين. يا جماعة النهاردة ما عندناش سمك، النهاردة عندنا بط. عندنا بط وعندنا وز. والله العظيم تلاتة كان جايبه بيتنطط النهاردة، بيتنطط. السمك كله كبير يا جماعة، أمهات ما فيهوش واحدة ذكر. ما فيهوش ذكر يا عيني. الله أكبر عليه. اللي عايز الحلو عندنا والمسهل ربنا. تحدي تجيب كيلو سمك النهارده ب75 جنيه. انا عندي انا الاربعه ب300. تاكل بط بلدي ملوش علاقه بالسمك والله. عندي البوري بقى النهارده الله اكبر حلوه قوي. جماعه البوري عندي الواحده 700 جرام 600 جرام اقل حاجه نص. البوري اللي على كيفك ده عرض جبار على البوري. البوري النهارده يا جماعه كيلو ب170، 3 كيلو ب450. والله ما حصلت ولا تحصل. البوري الكبير ده تبارك الله عليه. عندنا الكابوريا النتي اللي كلها بطارخ، ما فيهاش واحده فاضيه، كلها بطارخ يا جماعه، كلها بطارخ الله اكبر عليها. الكابوريا النتي يا جماعه زي ما احنا شغالين كيلو ب150 وال2 كيلو ونص ب300. كابوريا بطارخ صافي، تاكل بطارخ بالمعلقه الله اكبر عليها. خش على المكرونه السويسي يا جماعه، عندي مكرونه سويسي في وسط، في وسط كده وفي كبير. المقاس اللي انت عايزه هتقولي عليه وانا احضره لك. يا جماعه المكرونه عندي ب 150، 3 كيلو ب 420، يعني واقفه معاك ب 140 جنيه. المكرونه دي سويسه يا جماعه البلدي، ما بيشتغلش غير بلدي سويس.